أهلا وسهلا بالخويري إسراء ومعراج وتخترق وما تحترق. رح أحكي مو بعرف قديش قد ما الوقت ونحن عن السحر والشعوذة وعن الحقيقة. في معجزات، في خويري، وفي سحر، وفي كذب. أنت كيف بدك؟ هيدي إيدي، إذا شفت الخيال ما تصدق الخيال. وعلى الإيد الخيال فيك تسلم عليه، الصورتي إذا فيك بصدق بتردي لك البوسة، الصنم إذا حكيته برد عليك. فإذا بدك تعرف أنت، نعم العقل من الجهل، ساعتها بتفرق وأن ترى الله في كل شيء، وبتطلع بالماء بتشوف صورتك. هيدي مش أنت، هاي أنت. تتذكروا النسر وقعت بيضة، وقعت بين الدجاجات، ربوا الدجاجات كل الوقت يشوف نسر ولي راتني فيني طير، سقط انت الدجاجة، يا الله رات فيني طير، سقط انت الدجاجة، ومات هيك محروق قلبه انه انا بدي طير. ومرة هيك كمان لبوك خلفت وقع، عاش بيناتن هالأسد، وجي أسد يقول له انت أسد مثلي، انت اسد مثلك. بعدين لقطوا اخذوا على المي وزق الاسد هيك، هو كمان ورجع قال له للراعي بحميك وبحمي الخريفه واخوتي والعزه والمعزيه وكل شيء. فاذا بدي اعرف نفسي بدي اعرف الحقيقه، وقت اللي بتقولوا لي شفناكي وجيتي لينا بالمنام حطيت ايدك على راسي وانا كنت مريض وانا كنت هيك، هيدا انت لو ما شفتني على التلفزيون او على التي في او على الانترنت. كلنا عنا هالطاقة الإلهية، وإلا الله بتكون كذبة. يعني الله ما هي لا امرأة ولا رجل ولا إلا صورة، هي وجود، هي كينونة، هي إلهية أزلية أبدية، كل صفات 99 فيك وفيه والمية فيك وفيه، بس ما بينقالوا وبينعاشوا. وفسر الماء بعد الجودة بالماء، إذا بتروح على المطعم بيعطيك ماني وبتاكل الورقة، ما بدي لائحة الطعام. إذا كل شيء عم بتشوفوه روحوا أبعد، قولوا الله أكبر، حتى بس تشوفوا الحبيب والمسيح الله أكبر. اليوم بأمريكا خايفين إنه يطلع الفاتيكان شي واحد بابا أسود، ليه لا؟ ليش بس بدنا يكونوا بيض كله؟ بدري فهم المسيح ما إنه أسود، خايفين لأن السود عم بيزيدوا في كاردينالية سود ومن حقهم. وبس يطلع أسود يا لطيف الرجال، بس يطلع مرتي مع واحد أسود بقول ما برح ترجع عالبيت، لأنه الأسود قوي وبغني وبدق جنسيا أقوى من الأبيض. عشان هيك الحبيب محمد حط المداعبة والملاطفة، لأنه المرأة بدها وقت أكتر، الرجال بيعطي ساعات صابينات، عشان هيك بده كتير نسوين بوليغامي مونوغامي وبعدين سليبسي عند الرجل والمرأة. هالطاقة ما بدك ولا كنيسة ولا مسجد ولا شيخ ولا خوري ولا شيء، ما بقدر لكم. شوفي كذابين بأمة العرب، شوفي ناس بيجوا لهون كيف بياخد ابنه وبيغتصبوا قدامه بيقول لها عم طلع لك يا على السماء وهي بتصدق. انتبهوا، كل واحد هو مسؤول. سنة 2015 كلنا مشفرين، ولكن ان شاء الله كلنا لا نعرف كيف اخلع نعالك اللي تراني. هيدي حلوة كثير، اسمها ديماركيشن لاين، بتشوفوا فيلم جرجيف ومنحكي فيها. بدنا نقوي النوايا. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، قوي النية ونام بالبرية. قوي النية بيجي لك الأسد ما بياكلك، بشم ريحتك ما بيلاقيك حيوان، بيلاقيك انت خضرة فواكه. عشان هيك ما أكلوا دانيال، دانيال النبي حطوه ما أكلوا الأسود. وأنا كان يأكل الحبيب لحمة تلت قبضة اليد مرة بالأسبوع، وستنا عايشة تزيد الشعير كل ثلاثة أشهر تيشوفوا نار ببيته. يعني هاي رموز حلوة كتير نقدر نفهمها، حياتك كلها رمز، حياتنا مزحة يا أخوتي، جوك ضحكة وحنكة هيك وشطورة. واحد اسمه حمد واحد اسمه وائل،
أصحاب. قال له حمد لوائل، قال له ليك أنا بحب مرته للشيخ، روح قول حد مرته وأنا بس تشوفه حس الشيخ بدي يجي على البيت دق له على التليفون. قال له تكرم ابشر وراح. يوم اثنين ثلاثة جمعة شهر ثلاثة خمسة ستة سنة، قال لا بدي خبره بدي خبره. قال له يا شيخ بدي خبرك خبرية، هذا صاحبي قال لي هيك هيك وهيدي مرتك بلا أخلاق ويتحدى ومدري شو. قال له بس أنا ماني مجوز. من حفر حفرة لأخي وقع فيه، تاري عم بنام مع مرت صاحبه وليلي صاحبه. فإذا ننتبه، كل جورة عم تحفرها، كل واحد تأذي نفس عم تأذي كل نفس. واليوم صارت الزنا أو الدعارة صارت شطارة، صار الشر موضة بسببنا كلنا. ما بقى نعرف الحلال من الحرام، ما بقى نعرف الاختراع من الاحتراب، ما بقى نعرف المعجزة من السحر والشعوذة. كيف بدنا نعرفهم؟ لنقرأ يا أمة اقرأ، بس هدو تقرأ كتاب خير جليس وعندك صديق، ويكون عندنا العطش انك انت تروح على النهر، النهر ما بيجي لعندك، انت تطلع على الجبل، الجبل ما بيجي. دايما بس تفكر هيك انه انا ضجران، لا ضجران، بدي قوم اكل، جوعان لا، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، طوبى للعطشانين. وتكون قاعدة أنا والكتابة وعم بحكي معكم، لا تفكر بالأكل ولا بالشرب ولا بالكتابة ولا بالقراءة ولا بحب. بدق التليفون بنقص لأنه صار نادرا ما يدق، مني مهذبة أبدا، ما عندي مجاملات واجتماعية. إذا بتشوفوا بس امشي على الطريق هلا صار يعرفوا، بتبعد لك يا خيي، بتبعد لك يا مرة بلا أخلاق. أنت مريم نور؟ بقول له لا، بقول له بس تشبهي، بقول له مقطيئة. بس لا مرة منيحة كثير، بقول له شرموطة. بيسكتوا هيك إلا أنه بتشبهها لأنه هي مع شخصيات ورجل أعمال وبيمشوا معه. كيف كانوا الخلفاء؟ وقت واحد بيقول هذا شرموط وهيك بتذكر بالسودان وقت كانوا عم بيقولوا الحبيب كان يأكل شرموط لحم قديد. إذا بتقعدوا باليونان بين كل كلمة وكلمة مسبة، لأنه اللغة أن ترى الله في كل شيء. فإذا شو ما شفت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الغيوم بتروح ما بيبقى إلا نجوم، ولو ما في غيوم ما في نجوم هيك بتبرق، لو ما في ليل ما في نهار، لو ما في الكذب ما في الأدب. قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب. علمني من ألمني، بالألام تليدي. وأنت شو بتشوف؟ جسمك، أفكارك، نواياك. دجران، تعبان، خايف، الآن خفتم من شيء فادخلوا فيه، واجه الخوف، واجه الألم، اسأل حالك، شوف النعم اللي فيك. قديش في ناس ما بتمشي، ما بتاكل، ما بتشرب، ما فيها تطلع الحمام، بيشخوا تحتهم، ناطرين حدا ينظفهم، بزتون هيك ببيوت الختيارية والعجزة. قديش في ناس ولادهم رميون. فإذا ما تتكل على حدا، أولادكم وأموالكم فتنة، فاحذروهم. ما تتكل، do not expect and do not respect. الثروة اللي حي فيك، أنت الثروة وأنت الثورة. تمرد على كل التقاليد وما تقلد حدا، أنت مميز وفريد.